طمني عليك يا اخويا. عايز ايه؟ جاي اطمن عليك. امشي يا عم محسن، امشي بكرامتك بدل ما مشيك من غيرها. همشي، بس كنت عايز اديك دول قبل ما امشي. ايه دول؟ دول ربع مليون جنيه، ولو عايز 100 مره قدهم هجيبهم لك. ودول بدل سكات ولا صدع على الغلبان اخوك اللي لسه خارج من السجن؟ لا ده ولا ده، انا عايز اقف معاك باي طريقه. بناقصها وقفتك دي، وانا قلت لك قبل كده لو اتشقلبت يا عبد محسن انا مش هصفالك. ليه بس يا رضوان؟ ما انا قلت لك قبل كده ان انا ماليش ذنب في حاجه. عشان اللي راحوا دول مش غنم، مراتي وابني وبنتي، واللي اتسجنتهم دول يا عبد محسن مش يوم ولا اتنين، دول 5 سنين. هو الواحد عنده كام 5 سنين في حياته؟ وبعدين تعالى هنا، انت عايزني اصفالك ليه؟ شاري خاطري ولا اكونش صعبان عليك يا عبد محسن؟ ولا تكونش خايف مني زي اخواتك؟ تلاتة يا رضوان، شاري خاطرك وصعبان عليا وخايف منك. كذاب. وشاري خاطري وصعبان عليك كنت شاركتهم في اللي عملوه. لو شاري خاطري وصعبان عليك يا ابو محسن كنتش قبلت ان بنتي تترمي في الشارع. التالتة هي اللي صح، انت بس خايف مني يا ابو محسن. هو انت هتقتلنا كلنا يا رضوان؟ انا يا بنتي وبعدها تقريبا اه. ليه يا رضوان؟ وانا عملت حاجة؟ هتقتلنا ليه؟ امشي يا عم محسن، امشي.